السلام عليكم، خالد معكم. ان شاء الله تكونوا في صحة وعافية. اليوم راح نديرو كيف كيف روتين من الروتينات تاعنا. راح نديرو ان تي سيرفاساج لهاد النبتة تاع الفوزان. نديرو هنايا سيرفاساج كيما كنت قلت لكم في فيديوهات سابقة. نحيو تراب قرابة واحد 5 ولا 6 سنتيم، يعني الله مازال نحوه منا ونحافظو على الجذور هادوما. تود تنحي بيدك ولا باب حاجة يعني حادة وتخربش تراب، تنحي قرابة 5 4 حتى 5 سنتيم. تراب القديم خاصة إذا كان عندك فاز قديم كبير بزاف لما تقدرش تبدلو، ولا فاز كيما هادو مخدومين في الأرض. انا دركا باش نحي التراب قاعيتك ما نحيش، ما نقدرش يعني. ياخذ لي شويه وقت ندير له ان سيرفاساج، نحي هذاك التراب لو لهنايتك كيف كيف. هنايا تراب 4 5 سنتيم ومازال نزيد نحيه، ومن بعد كنحطو في مكان. انا مثلا عندي دائما الباسينه تاعي العجيبه هاي ليك، نحط التراب ومن بعد نجيب لو كومبوست، هاوليك لو كومبوست ونخلط. ندير مثلا دير كيلة تاع كومبوست مع 2 كيلة تاع تراب وخدم. بعد ما نوجد التراب تاعي مع لو كومبوست نخلطو طري طري بيان، هاوليك راني وجدتو. دائما عاود ارفد عاود ارجع للتراب، عاود خدم، غطي قاعيتك هذوك بلايص اللي نحيتهم، هاكا تعاود تحيي التربة تاعك. وهذا هو الوقت المناسب باش تخدم التربة تاعك باش توجدها الى الموسم القادم ان شاء الله. علاش؟ الكومبوست ولي يخدم بتي تابتي يعني بالعقل، التربة تولي النبتة ولي يمتص هذاك المواد العضوية بالعقل بالعقل، حتى تبدا تحلل لمدة طويلة. هاد العملية يعني التربة تاعك تولي غنية مدة 6 7 8 شهور الى قرابة العام. يعني هذا شغل مواد، شغل سماد عضوي على طول المدى، سماد عضوي على طول المدى. تسمى التربة تاعك تعود تحييها. ونديرو هنا كي نكمل هذه الجهة نعاود نزيد نروح لهذيك الجهة، كي نكمل ان شاء الله نعاود نزيد نوري لكم النتيجة. هذه هي النتيجة النهائية بعد ما حنا نحينا قرابة 5 سنتيم تاع التراب، خلطناه بلو كومبوست مادة عضوية، عاودنا رجعنا داك التراب. تما هكا دوك النبتة من الموسم القادم عندها واش تاكل من مواد عضوية. نفس الشيء مالك، وهذا هو الوقت المناسب لمعالجة التربة عضويا بالسماد، يعني بالكومبوست، سواء مادة عضوية سماد عضوي نباتي أو سماد عضوي حيواني. وتقدر ديرلها أسمدة دي جرانولي، شغل حبيبات اللي تبدأ تحلل مع مرور الوقت.